يصل هواء الكويت إلى اليمن ساخنا تماما بعدما عبّدت المفاوضات الطويلة الطريق بين البلدين بالوهم وبالأسئلة. ليس مفاجئا أن تنسد طرق التوصل إلى حل فتتراجع عجلة الجولة الثانية من المشاورات إلى الخلف في بلد يوشك على نعيها بحسب ما جاء في حديث أمير دولة الكويت خلال قمة نواكشوط. إن مما يبعث على الألم أن المشاورات السياسية التي استضافتها بلاد الكويت وعلى مدى أكثر من شهرين لم تنجح في الوصول إلى اتفاق ينهي ذلك الصراع المدمر. لم تحترم مهلة الجولة الثانية المحددة بأسبوعين ولن تنتهي هنا في هذا التاريخ، فالقوى الدولية مصرة على تمديدها لأسبوعين آخرين وفق ما يدور خلف الكواليس. هل سيقبل الوفد الحكومي بفكرة التمديد هذه المرة وهو الذي اشترط تزمين الجولة الثانية بأسبوعين فقط وأبدى عدم قابليته للاستمرار أكثر من هذه المهلة؟ سؤال قد لا تبدو الإجابة عليه عسيرة أو ضبابية، فالمؤكد أن الجميع سيخضعون لرغبة القوى الدولية في التمديد أو إعلان صافرة النهاية. تفيد الأخبار الواردة أن الوفد الحكومي يتمسك برفض التمديد ما لم يقدم المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ضمانات جديدة من الميليشيا بتنفيذ تفاصيل القرار 22/16، وهو موقف شددت عليه الحكومة منذ الجولة الأولى من مشاورات جنيف، لكن هذا الموقف لم يضع حدا لمراوغات وتصلب ميليشيا الحوثي والمخلوع. يدرك العارفون كيف أنهم يعملون على إرهاق الطرف الحكومي والوسيط الدولي فيما تواصل ميليشياتهم الترتيبات على الأرض. وفي سبيل ذلك راج الاستخفاف بضوابط المشاورات والمرجعيات، لكن في أسباب السياسة الموضوعية ما يمكن أن يفسر برأي كثر. ليس فقط هذا التجرؤ والتعنت، بل نسل الحقائق وصولا إلى مواقف بعيدة عن الواقع. وحده مآل دولي تخفف أخلاقيا حتى صغرت معه المأساة اليمنية من إنهاء الانقلاب إلى محاولة شرعنته، يمكن أن يحمل وفد الميليشيا على بلوغ غرور سياسي. بينما الملايين في الداخل عالقون ومكتئبون بعد أن نزف الواقع من بين أصابعهم حد الكفاية، فهم لا ينتظرون حلا يستخلصونه من دمم الدول صاحبة القرار بوضع حد لمأساتهم. يفهمون إذن كيف تعبر الجولة الثانية من مشاورات الكويت بخفة السراب كما عبرت سابقتها.